تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. دائما مستمعينا الأعزاء نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعينا الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما وله آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وتقبلوني أنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة والساعة هاي معانا، نرحب باتصالاتكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما نذكركم مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نحب نذكركم بأن التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين يساهم بشكل فاعل في الحد من العدوى بفيروس كورونا. نستعرض معاكم فقرات برنامجنا هذا اليوم، عندنا آخر الأخبار الصحية والعلمية التي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، صحة المسافرين والتطعيمات اللازمة لوجهات السفر المختلفة، وأيضا اليوم عندنا فقرة عن الحوادث المنزلية للأطفال وكيفية الوقاية من منها. أما فقرة التغذية اليوم بنتحدث عن الأغذية التي تقلل من تساقط الشعر. ونأخذ أول خبر لهذا اليوم عن قصور الغدة الدرقية، خطر على نمو الأطفال. قالت منظمة الصحة الألمانية أطباء الأطفال والمراهقين إن قصور الغدة الدرقية يؤثر سلبا على الأطفال ويؤدي إلى اضطرابات النمو، وأيضا يؤثر على تطورهم الذهني. وأوضحت الرابطة إن أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال الصغار تتمثل في التعب والخمول، وأيضا انتفاخ الوجه في بعض الأحيان، وبحة في الصوت، وبرودة البشرة. وأيضا شددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض. مستمعينا الأعزاء، باستشارة الطبيب المتخصص فور ملاحظة هذه الأعراض لدى الأطفال، مشيرة إلى أنه يسهل التحقق من الإصابة به بعد تحليل عينة الدم، وأيضا يمكن علاجه بتناول أنواع معينة من الأدوية، وعادة قد يضطر المريض تناولها فترات طويلة وحسب الحالة المرضية. وأما عن فقرتنا الثانية مستمعينا، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، معنا الزميلة أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور، أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية، ويوم إن شاء الله مليء دائما نتمنى لك إن شاء الله ولمستمعينا الأعزاء، مليء بالطاقة الإيجابية والنشاط إن شاء الله. إن شاء الله. أهم شيء كان في الويكند، نتكلم عن الويكند دائما، نحن اليوم يوم الأحد. الويكند كان مليء بالنشاط والحيوية والحماس. شاركنا نحن كهيئة الصحة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، موظفينا كانوا موجودين، وكان صراحة يوم حماسي جدا.
تقريبا يعني مثل ما تم ذكره في الموقع أو الحساب الرسمي لي سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم، أكثر من 20,000 مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية اليوم. شكرا لكل فرد منكم على الروح الإيجابية، هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط، والتي لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل. هاي كانت يعني كان يوم الجمعة وما شاء الله أكثر من 20,000 مشارك في هذا التحدي. أيضا من ضمن الأشياء نحن مستمرين في نشر الوعي حول السكري، ومن ضمن أهم النشاط اللي حطيناها العلاقة بين مرض السكري والصحة النفسية، وشو اللي يربط بينهم. فنحن تقريبا يوميا قاعد نحط نصيحة خاصة لمرض السكري، أتمنى من الجميع أن يتابعونا. أيضا من النصائح المهمة عند الذهاب لمراكز التسوق، دائما ننصح الجميع إذا كان عندكم أي أعراض مرضية أو ما تحسن أنكم بصحة، الأفضل تجنب الخروج من المنزل والبقاء في المنزل لما تروح الأعراض. وإذا كانت أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا أو الأعراض مشابهة لأعراض كوفيد، الأفضل الواحد يطمن على عمره ويفحص. صحيح، ومراكز الفحص موجودة في كل مكان، ودائما ننصح اللي عندهم أعراض ما يروحون مراكز التسوق. وأهم من ذلك كثر ما نقدر نستخدم وسائل الدفع الذكية عند الشراء. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو تدشين هيئة الصحة بدبي مختبر الميكروبات ومكافحة العدوى، واللي يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة، وليكون هو المرجع لفحوصات ورصد وأبحاث الأمراض المعدية وفي مقدمتها مرض السل. تقريبا هاي تقريبا أهم الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الجميع الاستفادة من الخدمات الذكية اللي تقدمها هيئة الصحة من خلال التطبيق الذكي، منها قريب لك المواطن، نتائج الفحوصات، أخذ مواعيد الإنفلونزا وأيضا فحوصات كوفيد. وهناك أكثر من هاي الأمور موجودة في التطبيق الذكي، وأيضا نتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأخذ الاحترازات الاحتياطية والوقائية قبل الخروج من المنزل وأيضا قبل الدخول إلى المنزل. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن علاج داء السكري لابد أن يكون مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة، بأن يكون برنامج شمولي متكامل لا يختصر فقط على الطبيب المعالج، وإنما كل تخصص أو يعني شخص مختص له دور حيوي جدا في علاج هذا الإنسان. واليوم ذكرتنا أسماء أن الجانب النفسي مهم جدا للشخص المصاب بداء السكري، لابد أنه يعني يراجع المختصين على أساس أنه إذا كان هناك في بعض المشاكل والتوترات النفسية لابد أنها تعالج من البداية، لأن نحن دائما نقول أن علاج داء السكري علاج متكامل يشمل الطبيب ويشمل أخصائي التغذية والتثقيف الصحي والعناية بالقدم وفحص شبكية العين والتمارين الرياضية، وأيضا الجانب المهم من الموضوع العلاج النفسي. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع فاصل عندنا اليوم فقرة مهمة جدا، صحة المسافرين. ومثل ما تعرفون بأن الفترة هاي هناك بعض الإجراءات الخاصة، فلهذا السبب اليوم فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بتكلم عن صحة المسافرين والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال. بنتطرق لكثير من المواضيع، واللي حاب أن يسافر أنا أنصح أنكم تسمعون فقرتنا لهذا اليوم. بنتحدث عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في عيادات المسافرين، وأيضا التطعيمات اللازمة مستمعين الأعزاء اللي محتاجين أو تحتاجون تأخذونها قبل السفر، وأيضا هناك نصائح عامة بنتكلم عنها، وأيضا ما هي الإجراءات قبل العودة إلى البلد. بتكون معنا إن شاء الله اليوم الدكتورة فاطمة محمد المرزوقي، طبيب أخصائي أول في قطاع الرعاية الصحية الأولية. خلكم ويانا دائما مستمعين الأعزاء مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام.
وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا نذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ناخذ الفاصل مستمعينا تكلمنا بأن اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي بنتحدث عن صحة المسافرين وخدمات هيئة الصحة بدبي في هذا المجال. دائما تحرص هيئة الصحة بدبي على توفير كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لمتابعينها لمرضاها وأفراد المجتمع بشكل عام، وذلك ضمن أهدافها وخططها الاستراتيجية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. وتعطب عن صحة المسافرين ضمن الأولويات المهمة التي تعمل عليها الهيئة بشكل مستمر للحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه الصحي. ولأهمية هذا الموضوع اليوم يسرنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة محمد المرزوقي، طبيب أخصائي أول في قطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتورة فاطمة صبحت الله بالخير والعافية. صباح النور والسرور، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة فاطمة. دكتورة، طبعا مثل ما تكلمنا في البداية بأن صحة المسافرين والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب مهم، وبالأخص دكتورة فاطمة في الأوضاع الحالية وما زال يعني فيروس كورونا موجود. لو نتحدث دكتورة معاك في البداية عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي عن عيادات المسافرين وكيف تكون هاي الخدمات. هيئة الصحة في دبي تقدم الخدمات اللازمة وضرورية للمسافرين، طبعا لتجنب أخطار الأمراض المحتملة اللي ممكن تفسد متعة السفر، وذلك من خلال خدمة المسافرين. الخدمة تلبي احتياجات المسافرين سواء المقيمين أو العابرين من جميع إمارات الدولة إلى كل أنحاء العالم. خدمات المسافرين متواجدة في مركز نادي الحمار ومركز البرشة الصحي، وفي خطة إن شاء الله قريبة للتوسع في الخدمة. الخدمات طبعا تكون وقائية وصحية، تقدم على أسس علمية من خلال منظمة الصحة العالمية WHO، وهناك متابعة دورية للمستجدات من أمراض المعدية والسارية حول العالم عن طريق منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض الأمريكي اللي هو CDC. صحيح. المسافرين كلهم يتم إخبارهم بالمخاطر الصحية التي ممكن تواجههم في السفر، وتقدم لهم المشورة الطبية اللازمة كيف أن يتجنبون المشاكل اللي ممكن تواجههم في السفر. وفي نقطة مهمة أن يتم تزويدهم بالتطعيمات والأدوية الوقائية وإصدار الشهادات الدولية اللي ممكن تكون إلزامية مثل تطعيم الحمى الصفراء. صح دكتورة، يعني أنت تفضلتي بخصوص أيضا يعني أهمية الإجراءات الاحترازية اللي مفروض أي واحد يفكر أنه يسافر لازم يأخذها بعين الاعتبار، وأيضا ذكرتي دكتورة التطعيمات، فلو يعني تخبرينا عن ما هي التطعيمات اللازمة للمسافر قبل السفر ومدى ارتباطها يعني بوجهة السفر أيضا. أكيد. طبعا التطعيمات والمشورة الطبية تختلف حسب وجهة السفر. صحيح. خدمات المسافرين توفر كل التطعيمات اللازمة للسفر لأي وجهة في العالم، أهمها الحمى الصفراء، الحمى الشوكية، الدرن الرئوي، الحصبة والحصبة الألمانية، الإنفلونزا الموسمية، المكورات الرئوية، التهاب الكبد الوبائي، الدفتيريا، الكزاز، الكوليرا وغيرها. طبعا شو نوعية التطعيم يختلف حسب المتطلبات الدولية، حسب متطلبات الدولة اللي هي وجهة السفر ودواعي وأنشطة السفر والتاريخ المرضي للمسافر ونسبة الخطورة. في كثير من النصائح الطبية والمشورة الطبية التي ممكن تقدم خلال الاستشارة، وطبعا تكون مبنية حسب وجهة السفر. عندنا مثلا الأمراض الناتجة عن لدغات البعوض أو الحشرات وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها، من أهمها الوقاية من الملاريا. يعني لو يعني المسافر وبيسافر لمنطقة فيها نسبة الملاريا عالية أو موبوءة بالملاريا، ننصحهم بنصائح معينة من خلال استخدام مثلا الأدوية الوقائية من الملاريا عند السفر لهذه المناطق الموبوءة. طبعا بإمكان المسافرين وقاية أنفسهم من المرض عن طريق الأدوية اللازمة اللي الطبيب بيحددها في وقت الاستشارة. طبعا لازم تكون الاستشارة قبل بوقت كافي
وخلال السفر ننصح بلبس ملابس بأكمام طويلة، تغطية معظم أجزاء الجسم، استخدام المواد الطاردة للبعوض، النوم في الداخل، استخدام الشبكات اللي تستخدم للنوم وتساعد في منع لدغات البعوض أثناء النوم. صحيح. طبعا التحديات اللي ممكن تواجه المسافر كبيرة. من التحديات اللي ممكن تواجه المسافرين اللي هو الجيت لاج اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية. صحيح. وتحدث في عند السفر للأماكن البعيدة اللي المسافر ممكن يتخطى فيهم منطقتين زمنيتين أو أكثر. التغيرات تكون كثيرة لأن التوقيت الداخلي للجسم اختل، فممكن تطلع عليه أعراض جهاز هضمي. صحيح. أعراض اضطراب في النوم، قلة التركيز، شعور بالإرهاق، ضعف عام. نوصيهم طبعا في هالرحلات الطويلة بأخذ قسط كافي من الراحة، شرب السوائل، تجنب شرب القهوة والشاي والمنبهات الأخرى. ننصحهم بالمشي المتواصل يعني في الطيارة تقريبا كل 3 ساعات، والقيام بتمارين الخاصة بوضعية الجلوس بشكل مستمر لتجنب تجلط الدم في الأوردة العميقة. صحيح. إنها مثلا أخطار تواجه الناس اللي يسافرون الأماكن المرتفعة، المرتفعات، الجبال، ممكن أن يتعرضون اضطرابات صحية مرتبطة بالارتفاعات العالية، وهي عدد من الأعراض الصحية تطلع عند الظهور، يعني تبدأ بالظهور عند الصعود إلى المناطق المرتفعة. تتمثل أعراضها بالشعور بالإرهاق، الصداع، الغثيان، الدوار، ضيق في التنفس، فقدان الشهية. ننصح المسافرين طبعا باستشارة الطبيب قبل السفر، خصوصا اللي يعانون من أمراض القلب، الجهاز التنفسي. خلال السفر نوصي بالإكثار من شرب السوائل خصوصا الماء، والابتعاد عن التدخين. أيضا من الأشياء المهمة اللي هي تجنب تناول الأطعمة النيئة، سواء الأطعمة البحرية، اللحوم اللي تكون عصارتها وردية اللون ومو مطبوخة جيدا لأنها تحتوي على بكتيريا ضارة. لازم نتأكد خلال السفر أن الجبن، الحليب المستخدم يكون مبتر، ونمتنع عن شراء الأغذية من البائع المتجولين في الشوارع وعلى الأرصفة إذا ما كانت الأطعمة محفوظة بصورة جيدة. فأنا أنصح كل حد أن يعني ناوي يسافر ياخذ الاستشارة الطبية قبل بوقت كافي عشان تكون هناك خطة مناسبة قبل السفر. صحيح. دكتورة ما شاء الله يعني عطيتينا كثير، أو لمستمعينا الأعزاء، كثير من النقاط المهمة للشخص اللي يعني إذا يفكر أنه بيسافر. دكتورة طبعا أكيد هناك مثل ما أنت تفضلتي في إجراءات يعني الشخص مفروض يأخذها بعين الاعتبار قبل لا يسافر. فإذا نتكلم دكتورة ونعطي بعض النصائح لمستمعينا الأعزاء عن عودة المسافرين من خارج الدولة، هل تنصحونهم وبالأخص يعني في الفترة هاي بزيادة عيادة المسافرين لإجراء بعض الإجراءات المعينة؟ طبعاً المشورة الطبية تشمل التطعيمات والأدوية الوقائية. نعم. فنحن ننصح أن المسافر بعد العودة من السفر أنه يكمل التطعيمات اللي انوصفت قبلها، ويستكمل الجرعات اللازمة من الأدوية الوقائية. وفي حال ظهور أي أعراض طبية ننصح بطلب العناية الصحية وزيارة الطبيب بعد العودة من السفر. نعم. أيضا دكتورة يعني المرأة الحامل أكيد هناك بعض الإجراءات وبعض الأمور اللي مفروض أن هي أيضا تأخذها بعين الاعتبار، فلو نتكلم دكتورة عن سفر المرأة الحامل ومتى أنتم ما تنصحون أن المرأة ما تسافر؟ طبعا حاليا في ظل وجود COVID-19 لا ننصح بالسفر غير ضروري للحامل، وعموما ننصح الحوامل بالمراجعة الطبية بمدة كافية قبل السفر لأخذ المشورة الطبية وتقديم التوصيات وإعطاء اللقاحات اللازمة حسب وجهة السفر والحالة الطبية للمسافر الحامل. القرار يجب أن يكون مشترك بين يعني الطبيب وبين طبيب أمراض النساء والحوامل. عموما لا ننصح بسفر الحامل في حال وجود مضاعفات صحية للحامل مثل النزيف. صحيح. دكتورة فاطمة قبل أن نطلع الفاصل، لو في نصيحة تحبين تعطينها للناس اللي يعني مثلا مقبلين على السفر بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة يعني في الوقت الحالي. نعم. طبعا يزيد السفر من فرصة الإصابة بCOVID-19، وننصح بتجنب السفر غير الضروري خصوصا إلى الوجهات العالية للخطورة. يجب على المسافرين المصابين بالأمراض المزمنة التفكير في تأجيل رحلات السفر غير الضرورية، وننصح بمراجعة توصيات السفر حسب الوجهة، حيث تقوم العديد من الدول بتنفيذ قيود السفر والحجر الصحي الإلزامي.
طبعا أيضا ننصح بالتأكد من أخذ اللقاحات المطلوبة لوجهة السفر بما في ذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية. أنصح الجميع أن يرتدي القناع الماسك اللي يجب أن يغطي الأنف والفم في الأماكن العامة بما في ذلك وسائل النقل العام، المطارات، المحطات. طبعا الماسك يعمل على إبطاء انتشار كوفيد-19 لأنه يساعد في منع انتشار الرذاذ التنفسي من الأشخاص المصابين للآخرين عند السعال أو العطس أو التحدث. أؤكد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة. صحيح. ونوصي بأهمية الحفاظ على نظافة اليدين من خلال غسل اليدين باستمرار واستخدام معقم اليد. طبعا تجنب الاتصال بأي شخص مريض وعدم السفر مع شخص مريض واتباع التوصيات والمتطلبات المحلية بعد العودة من السفر. صحيح. دكتورة فاطمة محمد المرزوقي، طبيب أخصائي أول بقطاع الرعاية الصحية أولية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة، ما قصرتي. شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما سمعتوا كثير من النصائح والإجراءات اللي مفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل السفر، ودائما ننصحكم مثل ما ذكرت الدكتورة بأنكم تراجعون العيادات السفر اللي موجودة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي إذا عندكم أي استفسار للتأكد من كل الإجراءات اللي مفروض تأخذونها بعين الاعتبار. بناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم النقرس، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرتنا التغذية، وفقرة التغذية لهذا اليوم الأغذية التي تقلل من تساقط الشعر. مستمعين الأعزاء، تعرفون دائما بأن هناك الكثير من الناس أو الأشخاص يعانون من ظاهرة تساقط الشعر لأسباب متعددة، منها العامل الوراثي أو بسبب المرض أو غير ذلك كثير من الأسباب، ولكن هناك بعض الأغذية التي ربما تقلل من تساقط الشعر. فخلونا مستمعين الأعزاء اليوم نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذة عفرة القطان، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عفرة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخوي. طبعا نحن مثل ما ذكرنا، عفوا أختي عفرة، بأن موضوع تساقط الشعر هذا شيء يعني كثير، وكثير من الأشخاص يعانون من هالشيء، ودائما أكيد طبعا هناك بعض الأغذية اللي تمنع أو تقلل من تساقط الشعر، فلو تحدثين. نعم تمام. نفس ما ذكرت أخوي، كثير من الأشخاص يعانون من تساقط الشعر، ونفس ما ذكرت بعض الأسباب أو يعتقد البعض أن السبب الرئيسي هو الوراثة، لكن توجد عوامل أخرى نفس ما ذكرت مثل الهرمونات اللي مثلاً عند النساء، لو تلاحظ أن تساقط الشعر أكثر عند النساء فترة الهرمونات الحمل، الرضاعة، الولادة، هاي أيضاً تأثر. صحيح. أن الضغط النفسي، أن الحالات الصحية، بعض الأمراض مثلاً، لكن أحد أكثر الأسباب اللي تؤدي للتساقط هي سوء التغذية. فشو علاقة الغذاء وتساقط الشعر، وشو هي العناصر الغذائية الضرورية عشان نحافظ على صحة شعرنا؟ صحيح. أن أول شيء أو أول مكون غذائي اللي هو البروتين. ناس من عارف أن هيكل الشعر نفسه يتكون من بروتينات صلبة تسمى الكيراتين. فلما تكون مخازن البروتين الخاصة بالشعر منخفضة، فإن هاي الكتلة الهامة من البناء بتطفى ونمو الشعر أيضا سينمو بشكل أبطأ وأضعف. عندنا أيضا مصادر البروتين المعروفة نفس ما نعرف، البيض، الدجاج، البقوليات، الأسماك، اللحوم. العنصر الغذائي الثاني اللي هو البيوتين أو الفيتامين H، أو نفس ما يسمونه الألمان الهير فيتامين. نفس ما نعرف أن عنصر البيوتين مهم جدا، وأنه عامل مساعد ضروري
لتحويل الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والجلوكوز إلى طاقة يستفيد منها الجسم، وهو أهم عناصر الغذائية الأساسية لتقوية بصيلات الشعر وزيادة معدل نمو الشعر وكثافته. وأيضا أثبتت الدراسات أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تساقط الشعر. كثير منا نسمع عن حبوب البيوتين اللي هي تقوي الأظافر والشعر، تقدر نحصلها من مصادر طبيعية موجودة في الأغذية بكثرة مثل الخميرة، الفاصوليا، الصويا، البيض، القمح، الكبد، مثل البري، الجوز، العدس. هاي كلها مصادر طبيعية نقدر ناخذها للبيوتين. عندنا العنصر الثالث اللي هو الحديد، واللي هو من العناصر الرئيسية اللي يحتاجها الجسم. وأسبب أو أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى تساقط الشعر، فعندنا نقص الحديد، ما نقص الحديد أن الجسم ما ينتج الهيموغلوبين في الدم. شو هي وظيفة الهيموغلوبين؟ اللي هو حمل الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في الجسم، وبالتالي تتلقى بصيلات الشعر هذا الأكسجين المغذي من الحديد الموجود في خلايا الدم الحمراء. نشوف مصادر الحديد إن الخضروات الورقية، السبانخ، اللحوم، السمك، المحار، أيضا الشوكولاتة الداكنة. نقدر أيضا مع الحديد نزيد مصادر الفيتامين سي. حسنا عارف الفيتامين سي هو مضاد مهم للأكسدة ومسؤول عن توسع الشعيرات الدموية في فروة الرأس وعن إنتاج الكولاجين الموجود في بصيلة الشعر. فنقدر مع أكلات الغنية بالحديد ندخل فيتامين سي، بس ما نعرف انه هو يزيد امتصاص الحديد في الجسم. مصادر الفيتامين سي عندك الحمضيات، الكيوي، الزوافة والبروكلي. ايضا عندنا عنصر اساسي اللي هو الاوميجا 3. اوميجا 3 يساعد في انتاج الماده الدهنيه المسؤوله عن ترطيب الشعر، وايضا يمكن نحصل عليه من مواد طبيعيه الاسماك، المكسرات، الصوص، ودور الكتان. عندنا ايضا عنصر اساسي ثاني اللي هو الزنك. الناس من عارف أن الزنك يزيد من إنتاج الكيراتين ويفضل أنزيم نحن نسميه 5-alpha-reductase. هذا الأنزيم يعيق إمدادات المواد الغذائية من خلال الشعيرات الدموية إلى جذور الشعر، وأيضا يوجد بنسب عالية في اليقطين وعباد الشمس والمكسرات والأسماك. وأيضا نقدر نزيد إنتاج أكلات الزنك أن الناس من عارف في هذه الفترة خاصة نقدر نزيدها، إنها تزيد عنا مثلاً المناعة بشكل عام. فهاي أفكار بسيطة أو عناصر غذائية بسيطة نقدر نزيدها في نظامنا الغذائي اليومي ونقلل من تساقط الشعر. فنفس ما نقول التغذية السليمة أو الشعر السليم في تغذية الجسم السليمة. الأستاذة بعض النصائح يعني. تفضلي. هاي بشكل عام قلنا نفس ما قلنا العناصر الأساسية اللي هي يحتاجها الجسم وبتقلل من تساقط الشعر. ممتاز. هذا من ناحية التغذية. من ناحية التغذية. شكرا. الأستاذة عفرة القطانة أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة التغذية أو الأغذية التي تقلل من تساقط الشعر إلى فقرة صحة الطفل، الحوادث المنزلية للأطفال. طبعا دائما مستمعينا الأعزاء، تعتبر الحوادث المنزلية من الأسباب الرئيسية التي قد تؤثر على صحة وسلامة الأطفال، وربما في كثير من الأحيان تؤدي بحياتهم إلى خطر وتسبب لهم الإعاقة الدائمة، حيث يصاب الأطفال بهذه الحوادث غير المتوقعة أكثر من غيرهم بسبب الإهمال غالبا. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور أحمد عبدو، أخصائي طب أول الأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. الدكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور. مثل ما ذكرنا بأن حوادث المنزلية للأطفال دائما من الأمور اللي يعني تؤثر على صحتهم وعلى سلامتهم. دكتور، لو تحدثنا عن أنواع الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها الأطفال. هو بداية الحوادث المنزلية ممكن بتعني في داخل منزل الأسر نفسهم، والأهم من كده ما بيروحوا زيارات لمنازل أخرى. فالأهل بيبقوا مدركين في الظروف بتاعت منزلهم، لكن لما يروحوا زيارة منازل أخرى بيبقوا مش مدركين للبيئة، فتحصل حوادث غالبا أكتر في الزيارات الأخرى.
طبيعه الحوادث بتتراوح بتختلف، هي الاكثر شيوعا اللي هو مثلا السقوط او الخدوش او لمس جسم ساخن او الميه او حادث المياه او كده، او اصابات ليها علاقه بحاجات الزجاجيه اللي هي قابله للكسر، او انه ياخد ادويه موجوده يبلعها، او لا قدر الله يكون في حاجات صغيره في الارض ياخدها يتسلم، او في بعض الاحيان برضو لو في مثلا حمام سباحه خارج المنزل ممكن لا قدر الله يحصل حالات الغرق. فدي غالبا تقريبا معظم الحالات يعني. صحيح. أكيد دكتور، طبعا أنت من خبرة يعني وصول أنواع مختلفة من الحوادث الأطفال، يعني لو تكلمنا عن أسباب الحوادث دكتور المنزلية. أسباب الحوادث ممكن أول حاجة في أسباب، أول حاجة عدم المراقبة اللصيقة للأطفال. دايما أي طفل حسب معظم الحوادث اللي بتحصل في الأطفال أقل من 5 سنين، وكل مرحلة سنية لها مراحلها أو لها تبعاتها. أهم شيء هي المراقبة الجدية واللصيقة للطفل، يعني دايما أنصح أهله لا يبعدون قدر ذراع عن طفلهم. صحيح. يعني يدوب مسافة متر بالكثير يعني، دايما ملاحظ. والحاجة الثانية اللي أحب أنصح فيها الأهل أن دايما الآباء يفكروا إزاي الطفل ممكن يفكر في التعامل مع البيئة المحيطة به. صحيح. فمثلا لو مثلا في اهم حاجتين في رايي انا المطبخ والحمام، بمعنى المطبخ لان فيه الحاجات الساخنه، صحيح، بتبقى مثلا حاطه الام حاجه على موقد او شيء ويكون الدراع بتاعها طالع بره، فالطفل بيحاول يمشي يوصل يمسكها يوم ايه واقع عليه لا قدر الله الحاجه دي. الحاجات الساخنه برضو البوتاجاز نفسه اللي هو الموقد يكون ساخن، السخانات تكون ساخنه، يمكن يلمسها، المكواه اللي هي بتاعه تكوي الملابس، كل الحاجات دي مهمة. والحاجة التانية اللي بأكد عليها يعني غير المطبخ الحمام. الحمام بمعنى انه فيه مية، يبقى مثلا حاطين تخزين مياه دلو فيه مية، فالطفل صغير بيطلع يبص فراسه قطع من جسمه ونازل فين في المية. فدي من انواع الحاجات الغرق، او البانيو، او تكون الام بتحمم الطفل وجالها تليفون او شيء، يدوب بس اللحظة دي صحيح يحصل لا قدر الله المشكلة. صحيح. لهذا السبب مثل ما ذكرت دكتور بأن يعني متابعة الأطفال جانب مهم جدا، سواء يعني من قبل الأسرة في البيت وبالأخص الأم والأب. دكتور، لو نتكلم عن خطورة هاي الحوادث المنزلية ومضاعفاتها، كيف تأثر على الطفل؟ هي طبعا بتتراوح من خفيفة إلى لا قدر الله تؤدي بحياة الطفل. صحيح. من هذه الدرجات، كل نوع من الأنواع لها درجتها، في خفيفة، في أكتر، في حالات لا قدر الله بتدخل المستشفى وممكن إنقاذها، وحالات لا يمكن تكون عدت عليها فترة يعني. فهو طبعا الوقاية هنا مهمة جدا، فالأهل هم زي ما بقول لحضرتك كده يفكروا الطفل ده ممكن يعمل إيه، ياخدوا بالهم من حاجات اللي في البيت، الحاجات السلامة زي ما قلت لحضرتك، الحاجات المطبخ والحمام. صح. وغرف المعيشة مثلا الأساس، مثلا هو الحتة الشارب إيدج اللي هي الكورنر بتاع الحد بيبقى ياخدوا باله منها، بيبقوا حاطين مفارش على الترابيزة فوقها مثلا زهرية، يجي الطفل يشد المفرش يقوم الزهرية جاية. صحيح. قبل الله واقعة. فهي حاجات من هذا القبيل. إلى جانب برضو أحب أكد على موضوع الأدوية، ولأن الأدوية الأهل ساعات يشعروا الطفل إن ده زي الحلوة وبياخدوه عشان ياخدها، فالطفل ما يجي يشوف الأهل بيعملوا كده فيجرب يعمل نفس الحكاية دي فياخد الأدوية. صح. يبقى في الحالة دي الأدوية لازم نحافظ عليها في مكان بعيد عن متناول الطفل، نحطها في العلب الأصلية بتاعتها، واللي هم الأدوية اللي انتهت صلاحية تترمي بدل ما قدر الله في حالة الطفل أخذ الأدوية دي فإذا هو رجع لحاله ماشي، لكن لا قدر الله لو وصلت لمرحلة أنه غير واعي فالأهل لا يحاولون أنهم يخلوه يتقيأ. وطبعا لما يجي المستشفى ريت يبقى معهم علبة الدواء عشان يسهل أن احنا ندي. صحيح. الدواء المضاد في هذه الحالة. نعم. ده بالنسبة للأدوية وكذا يعني. صحيح. دكتور، أيضا أنت ذكرت جانب الحقيقة مهم جدا هو جانب التوعية، يعني لابد أن الأم والأب يكونوا على علم وعلى ثقافة بنمو الطفل. يعني الطفل ينمو دكتور في مراحل، وكل مرحلة
لها سلوكيات ولها أنشطة ولها تفكير ولها ردة فعل أيضا. فإذا كانت الأم على يعني مب على علم بسلوكيات الطفل ويعني مرحلة عمره، فبيكون صعب وبتكثر هاي الحوادث. كثر يعني كل ما كانت الأم على علم وعلى ثقافة كاملة بمراحل نمو الطفل، ممكن يعني بتتجنب الأشياء هاي، بتعرف يعني إذا وصل عمر 3 سنوات معنات إنه أو 2 سنين بيبدأ يتحرك، بيبدأ يسوي بعض الأشياء، بتاخذ يعني بعض الإحتياطات اللازمة. شو تقول دكتور يعني في هذا الجانب؟ هنا بنصح الأهل دايما يزموا الحركة، يفكروا الطفل ده ممكن يعمل إيه، فهمهم عاحين يرقبوه هيعمل مثلا، هيطول هذا المكان، هيجي جنب ده، فيتحاولوا يتفادوا هذا الشيء. فالأهل هم عليهم التفكير الأول، وثانيا لازم تبقى البيئة المنزل آمنة. لو تكلمنا حركة عن بيئة المنزل كمطبخ كحمام كغرفة الجلوس، وأحب أكد كمان على غرف الخزين. في بعض الأهل بيعملوا غرفة الخزين بيحطوا فيها أدوات، على سبيل المثال مثلا في أدوات التنظيف وكده، فبعض الأهل بيحطوها في البطل بتاع المية، فالطفل ما يعرفش يفتكرها مية ويشرب منها، ويكون هي فيها لا قدر الله جاز أو حاجة من المواد البترولية ممكن تأثر فيه. فالوعي الصحي عند الأهل ده أولا، صحيح. التوقع للمشكلة أن الأهل يفكر أن يكون عندهم شنطة إسعافات أولية في البيت، ويكون جنب التليفون برضو أرقام الطوارئ بجانبها، بحيث أن لا قدر الله لو مش قادرين يتصرفوا في حد يبقى سهولة الأرقام، ويريد تبقى الأرقام موجودة جنب التليفون يعني. نعم. طبعا الأرقام الطوارئ والإسعاف لها 3 ساعات أو 9 9 8، أو لو يتصلوا بالهيئة اللي هو 800-3-4-2 اللغة الأمومية DHA. صحيح. دكتور أحمد، لو نتكلم معك عن بسبب يعني أهمية الموضوع والحوادث اللي تصيب يعني فئة الأطفال، عن إجراءات السلامة دكتور في المنازل للتفادي بعض الحوادث المنزلية. إجراءات السلامة لو ابتدينا مثلا من الحمام، يريد ما نخزنش مية بالذات في الدلو والحاجات دي. صحيح. أثناء الطفل هو بيستحمى لازم يبقى مراقب جيدا، ما نسيبش الطفل مثلا هو في البانيو مثلا مع طفل أكبر سنا. الأطفال الأكبر سنا دول بيبدوا إحساس كاذب للأم إن هم ياخدوا بالهم منه، ممكن يسيب الطفل ويمشي، وموضوع الحكاية دي في الحمام دي ثواني لا قدر الله. تاني حاجة، الأم بعض الأمهات لما تيجي تحمي الطفل بتفتح المية السخنة الأول وبعدين تعاد الطفل، بيحصل حروق على المقعدة. صحيح. ياريت الأم تاخد بالها تحط المية الباردة الأول وبعد كده السخنة تقيسها بإيديها وتعملها. التخزين المنازل والله حضرتك في الدلو أو حاجات من هذا القبيل بنقابلها، الطفل بيوم لافس فيها. بالنسبة مثلا للمطبخ، ناخد بالنا من الحاجات الساخنة عامة، وبالذات الأسطح الساخنة، وما يكونش أدوات المنزلية موجودة زي السكاكين والحاجة دي تكون في مكان آمن، لأن ممكن الطفل يطولها، ممكن يجرح نفسه، يسيب أي جزء مهم في جسمه. وبرضو غرف المعيشة بقى اللي هي الأساسات، الترابيزات ما يكونش عليها المفارش والحاجات دي. مرات تكون دكتور حتى، عفوا المقاطعة، مرات تكون حتى الطاولات يعني عليها يعني زجاج، وقد يكون يعني حتى أطراف الزجاج هذا خطر للطفل، وبعض الأشياء اللي موجودة في البيت أو في أماكن يعني حتى ممكن تكون صعب للطفل. فمثل ما تفضل دكتور بأن لابد أن الأم والأسرة يكونون على علم بكل الأشياء هاي. تمام، دي من الحاجات المهمة. وحتى برضو أحب أكد عليها المكسرات، يعني ياريت ياخدوا بالهم، لأن بتحصل أن الطفل بيقوم أخذها وتدخل في مجرى الهواء وبتعمل مشكلة تنفس والحاجات الصغيرة دي. وطبعا هي كل مرحلة سنية ولها ملاحظاتها زي ما حضرتك قلت. صحيح. يعني بتبتدي من الطفل الرضيع إلى الأكبر سنا وهكذا. وياريت يبقى كمان أحب أكد على سلوكيات الأهل، لأن الطفل بيقلد كل اللي حواليه، يعني القدوة عنده هو أم الأهل اللي هو عايش معهم، فإنه بالقدوة لي أنهم ياخدوا بالهم من الحاجات دي يبعدوها، الطفل هيطلع عنده هذا الإحساس.
صحيح. وهذا الجانب دكتور بعد وايد مهم، يعني انه ياخذ، لان دائما الطفل يحب انه يقلد وعندهم الطفل دائما يحب التقليد ويحب الفضول، بيعمل يقلد اهله والبيئه اللي عايش فيها، ويحب الفضول انه يحب يتعرف على البيئه المحيطه به. صحيح. هي دي من حاجات المهمة ان الاهل لازم يراعوها. ودائما هذا الفضول دكتور مرات ممكن يعني يكون يعني عواقب كبيره، ممكن تكون حتى حوادث يعني. طبعا، ان في قدر الله ساعات انه حصل اختناق مثلا على سبيل المثال، او طرف لا قدر الله، كلها عمليه اقل من دقائق يعني الحياه تبقى فيها. الحته برضو اللي احب اكد عليها الحاجات الكهربائيه، الفيش بتاعه الكهرباء تكون بحيث ان الطفل حتى لو افترضنا يعني يحط صباعه ما يحصلش اي كهرباء وكده، فناخد اجهزه كهربائيه مهمه جدا بحيث ما يحصلش اي تلامس كهربائي، عشان نقلل برضه حوادث اللي هو السقوط او الكسور. ياريت تبقى دايما اي حته فيها ماء على الارض لازم تبقى الاهل يجففوها بسرعه، مش يقولوا هتجف وتروح، لا، لان صحيح. لو الطفل ماشي وتزحلق لا قدر الله ممكن يحصل كسور بدرجات، يعني اذا قل اذا كان حصل كدمه باقل شيء او جرح بسيط، لكن لا قدر الله ممكن توصل لكسور. صحيح. وبعض المنازل برضو اللي هي فيها سلم داخلي ياريت برضو ناخد بالنا، لان الطفل لو اتحرك وجاء ناحيه السلم ممكن صحيح الله يقع على السلم. وبعض المنازل برضو اللي بقول لحضرتك فيها حمام سباحه، حمام السباحه ده مهم جدا، يبقى مفصول عن باب البيت، يبقى اللوك بتاعه عالي عشان الطفل ما يفتحوش، اذا يبقى ليه جدار مثلا بارز حديد مثلا على الاقل ارتفاع 120 سم يكون المسافه بينها مناسبة بحيث ان الطفل ما قدرش يعدي منها، او يكون في الارم مثلا للباب ده ان اول ما يتفتح يعمل الارم. فدي برضو من الاجراءات اللي موجوده في بعض المنازل. صحيح. الدكتور احمد عبدو اخصائي اول طب الاطفال بمستشفى لطيفه، كل الشكر والتقدير لك دكتور، ما قصرت. شكرا. اهلا. العفو. مستمعينا الاعزاء، مثل ما ذكر الدكتور احمد عبدو بان دور الاهل الاسره داخل البيت وبالاخص الام والاب دور كبير جدا في تثقيف الجانب المهم بالنسبه للاطفال، ولا بد ان يكونون على وعي عن مراحل نمو الطفل على اساس ان يتجنبون كثير من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الطفل. ووصلنا مستمعينا الأعزاء لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية وطب معلومات طبية مفيدة، ودائما هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل في الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر والتقدير للأخت السراء الهاشمي في التنسيق والمتابعة، وخالص الشكر دائما لمخرجنا المبدع الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودائما دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.